اجيت بدون موعد ولكن لازم دقلك بالاول. شبكي موعدك مع ابو خضر بعد ساعتين، عادي لشوف. ابو خضر بيعرف انك هون؟ طبعا لا، واكيد ما رح يعرف، ولا رح تقلي له. امتى رح تتجوزي؟ ما في هيك شيء. لكن شو حاكي لرفيقتك الفهمانة رندا؟ شو بدك مني؟ تطلعي من كل هالبلد لهالدرجة؟ نحن صبايا بنفهم على بعض. شوفي يا عيني، عندك خيارين، يا إما بتستقوي علي بأبو خضر ووقت بتتحملي النتائج كاملة، أو بتشيلي حالك وبتطلع من كل هالبلد وما بتحط رجلك فيها لحتى يموت أبو خضر بعد عمر طويل، أو موت أنا بعيد الشر، أو تموتي أنتي. ومشان ما ناخد ونعط كتير، الشي اللي ممكن أعمله ما بيخطر على بالك. وصحتين على قلبك كل المصاري والهدايا اللي أخدتيهم. أكتر شي فيكي تعمليه إنك ما تحطي صورتي كفر بمجلتك، أما غير هيك بعتقد أبوكي رح يزعل كتير. منشوف.